السلام عليكم، انا حليمه المزني من مدينه سطات حي السلام شطر 6. دابا هاد الدري مربياه من شهر الاول، هزيتو من السبيطار، هو ولد اختي، كبرتو وجوجتو ولد 4 الوليدات، ودابا مرتو ولات كتحرشو، دارت رمات الباطل على راجلي، قالت لك تحرج بيا، عاود ثاني قالت لك ضربني، خسر ليا بنادم، دارت التلفازات عند وكيل الملك، ما عندها لا حمل لا والو، كرفسني انا مزيان، كرفس ليا الوليد، بنته ضربت بنتي بالزيزوار، كرفستها، ضربت ليا الدريريه الصغيره تاعي هي بنتي، يلاه كتطلب ربي باه تخدم هاد العام هي في رملية، ولكن هي دابا ضيعت لها حياتها وخسرت لها وجهها، وهي قاره عند البوليس، ودابا خرجت كنا عاديين. قال لك جاو واحد خوتي، قال لك باو يبيعوا الدار ديال الوالده، قالوا لي تعطينا الاوراق، قلت لهم ودي انا ما عندي الاوراق. امي مسكينه كانت شويه مرضات، ما عرفناش دايروا لها، مرضات تبرك في الزنقه، تخيل في الزنقه، ترقد في الزنقه. قلت لهم ودي بغيتوا تبيعوا ديك الدار سيروا بيعوها، واللي بغيتوها من عندي فلوس اللي خسرتوها نعطيات انا بحالي بحالكم. قال لك لا انت اللي غتعطينا الاوراق عندك. قلت لهم ودي ما عنديش. ايوا من بعد ولاو كيبركوا فيها، من 20 يوم ديال رمضان كامل دوزناه، ضربوا لي الدري خياط، الدريه الصغيره كاع تاهي فايغوه دمايات، ضربوني تاني انا. ايوا من بعد ملي درنا بزاف عند البوليس، واش قالوا لهم ما تبقاوش تجيو للدار، بركوا في ديوركم تتبيعوا ديك الدار وفرقوها، هذه داري انا، دار اخرى. ملي ما بقاوش يجيو همايا نهار 6 شهر هو البارح، تاني جاو خوتي جا تاني ولد اختي، هي هذيك هما من لحقت العشيه، مشاو لحقت ديك العشيه تكون شي ما عرفتش انا الساعه، ما عقلتش ما عرفت مع العشيه، جا صيفط واحد ولد نسيبته شد ليا الوليد برك يضرب فيه في الباب، جايبه خبزه من الحانوت لقيته كيضرب فيه، عنقته هو دفعته، عنقته ولدي دخلته الدروج، تلفيته اللي تلافت عطاني ضربني بالبافيه ديال الشانطه اللي تيصايبوا بها. عقب جا الدري اللي هو ولد اختي وولدي، دخل ليا الوليد بقى يضرب فيا في الدروج، نط انا من ديك القلبه ديال الحجره بداك الحر ديال الكبده كيضرب ليا في الدري. عقب خرج عند الباب شحطني بالزرواطه حتى هو العنق، وزاد خلاني طايحه، تكرفصوا عليا بزاف. ومن بعد جات لابيلانس زاتني، جاو البوليس، مشينا داونا خيطوا لينا داونا، جابونا تاني 8 وبنتي 36 يمكن خيط 8 هنايا في وجهي هنايا. وعقبوا جابونا البوليس هودونا في الفرق وقيدوا لينا، قالنا الغد تجيو عندنا، هو شدوه طلعوا لي يدوه، شدوه غير بوحدو هذيك الليله، بيت عندهم الغد لي مشينا عندهم، الراجل كان في الدروه ما جا ما حضرش هذيك الليله، ما جا حتى لوحدات الليل، عيطوا لي الجيران قالوا لي بناتك والمراه راه هما مكرفسين راه غيموتوا، المراه راه مشاتكم ما تلقاها ولا ما تلقاهاش، جا مسكين مع الوحدات الليل هي هذيك، ما انا مغيبه ما جات لي خبار حتى الغد لي. ملي مشينا عند البوليس جات هو مشى معنا عند البوليس، درنا سيرتيفيكات تصاور هودنا، الحق عندهم الراجل تا هو عمرو ليه، عمرو لينا حنايا، عمرو ليهم هما. دابا ملي عمرو لينا قال لينا نتوما سيروا، كنتسنى في الراجل اللي خرج ما خرجش، تا هو شدوه بيت معاهم، شدوا الدريه اللي ضربت بالزيزوار، وشدوا الدري اللي ضربني بالبافيه. حتى البارح دازنا قدام وكيل الملك ابتدائيه بسطات، عقب دزنا عندهم خرجونا حنايا، بقاو قال لك الدراري الصغار غادي يبقاو تيجي ديال القصيرين، جينا حنا في حالياتنا. من بعد في العشيه سولنا المحامي قال لك راه الدراري تا هما خرجوا، راه ما جاش ديال الدراري القصيرين، قال لك هو مريض في جديده بكورونا، ردوهم حتى النهار غدا الخميس ثاني غندوزو. ما يمكنش بنتي تكرفسات، حياتها مشات وجهها مشات شوه وهي تخرج، ما يمكنش. هذه اللي ضربتها؟ اللي ضربتها عندها 17 عام، ضربت دريه عندها 22 عام، ردوها قال لك خارجوها
ما عرفت صارح موقات ولا ما عرفتش انا داكشي. المهم خرجت الدري اللي ضربني بالبافيه حتى هو خرج، هو الضحيه اللي ضربني الاول خرج. والدريه معترفه بالله راه ضربت بالزيزوار في المحضر، معترفه بالله ضربت بالزيزوار وخرجت. وبنتي انا دابا مشات الضحيه مسكينه ويلا بغات تخدم هذا العام، هي فرمليه. كنطالب حقي من المخزن، طالب حقي وحق بنيتي. عندي غير بنياتي انا هما اللي هزيني، كنطلب حقي وحق بنيتي. اما الراجل كيجي عندي غير مره انا مطلقه من عنده. دابا كنطالب من السي عبد النبوي والسي الحموشي يشدوا ياخذوا لي حق بنتي اللي هي مسكينه، يلا بغات تخدم هذا العام، يلا قالت بسم الله وهي شوهت ليها وجهها وكرفساتها. انا بغيت نطالب منهم يعطوني حقي وحق بنتي. انا هي الضحيه اللي تعرضت لاعتداء نهار الحد في العشيه من طرف بنت خالي. في العشيه خارجه الوالده ديالي للحانوت، ماذا بيا كنشوف الوالده ديالي ضربها الولد اللي مربي، ولد اللي مربي خالي ضربها بطافيه. واحد شويه بنت لي الام ديالي طاحت، خرجت باش نشوف مالها، لقيتها كلها دمايات، ما عرفتش شنو وقع عليها. بقيت كنغوت ماما مالكي ماما مالكي. شويه جلست حدا ماما كنشوف ليها فراسها مالها. ماذا بيا كنتفاجئ بهاد بنت خالي، جراتني من شعري طيحاتني في الارض، نط الضربه الاولى خويت عليها، الثانيه ضرباتني، الثالثه حكمتني مزيان هي فاش ضرباتني واحد ضربه خايبه بزاف، يعني بيني وبين الموت ما بقى لي والو. ضرباتني بزيزوار، ضرباتني كيف ما كتشوفوا هنايا في الاذن ديالي. يعني ما بقى الطبيب اللي خيط ليا قال لي بنتي عمرك مازال طويل، يعني ما بقاني بيني وبين الموت. خلاها الطبيب قال لي بينك وبين الموت بنتي سنتيم، بيني وبين الموت يعني سنتيم، ما بقى لي والو. شويه وتحشني في وجهي كاينه 22 غرزه هنايا في حدا الاذن ديالي، كاين في الحنك ديالي هنايا اربعه، في الايد ديالي جوج، في المجموع يعني 32 غرزه اللي عندي. انا يا بنت ديال 22 عام يعني باقي مستقبل قدامي، يلا قلت بسم الله، يلا خديت الدبلوم ديالي، يلا غنخدم دبلوم انفيرميير. يعني باقي المستقبل قدامي طويل بزاف، يلا بغيت نبدا، يلا بزاف الحوايج باغي نحققهم. ولكن دابا مع التخسير اللي في وجهي يعني المجتمع ما كيرحمش، غادي يقول لك هذه شمكاره كتخسر وجهها. يعني حتى واحد ما غيقبل فيا من هنا لقدام باش نخدم عنده، حتى واحد ما غيبغيني نخدم عنده، حتى واحد يعني النظره ديال المجتمع ما كترحمش. اون فوا غيشوفك غيقول لك هذه بنت ما مزياناش كتخسر وجهها، بنت خايبه، بنت الشارع. وانا يعني بنت مزيانه، يعني تسول عليا اللي كان، انا بنت محترمه راسي داخله سوق راسي، باغا غير الخير ليا والوالديه ولراسي، كندير الخير بزاف. سول عليا اللي بغيتي، انا كندير الخير بزاف. كنطالب بهاد السيده ديالي ان القانون ياخذ ليا حقي وتصلح لي وجهي كيف ما كان وتعتقل. ما يمكنش انا هي انا وجهي خسر وهي تبقى تخرج للزنقه عاديه كانها موقع والو، وعليها غادي تخرج. خرجت طلعت عليا من الشرجم قالت لي ايوا صافي انا خسرت لك وجهك وخرجت عادي، يعني موقع والو، نعيش كيف كيف كيفي كيف البنات. حيت من هنا لقدام كنشوف وجهي غير ما شي حاجه وما لايقه والو، يعني كنشوف حياتي من قدام غير غتبدا غير طبه وجميل. ما غنعيش بحالي بحال البنات، ما غنشوفش غنقول شوف هذه وجهها كيف داير، شوف انا وجهي مخسر، علاش انا هكا؟ واش هاد السيده حيت الوكيل اللي غادي ياخذ اللي غادي يطبق القانون ما كاينش مريض، على ما قالوا لنا انه مريض بمرض كورونا؟ ما يمكنش، علاش تخرج ما تبقى راه الاعتقال حتى يتشافى هاد الوكيل يا شي حاجه دار، خاصها تبقى راه الاعتقال على الاقل باش انا نحس براحه نفسيه. مادام هي انها خارجه الشارع وكتسارع، يعني اليوم ضرباتني انا غدا غضرب وحده من بنات الشعب وحده اخرى. كنوجه النداء ديالي للسي عبد النبوي يتدخل في هذا الشيء، علاش انا وجهي ضاع ومازال مستقبل قدامي. انا كنوجه النداء للسي عبد النبوي انه يتدخل في هذا الشيء.